بيان عاجل من وزير الدفاع المصري لكل المصريين ننشر التفاصيل، وعاجل الرئيس السيسي يكشف عن أسلحة مصرية فتاكة يصنعها الجيش المصري، وتحرك عاجل من الداخلية المصرية ضد صارخ هاتف أحد المراسلين الصحفيين خلال بث مباشر، والرئيس السيسي يعلق على مد أوروبا بالكهرباء المصرية ننشر التفاصيل، وعاجل أكبر منجم للذهب في مصر كم سيبلغ إنتاجه في 2021 ننشر التفاصيل، وعاجل مصر ترفع حالة الاستعداد القصوى حالة الطوارئ ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر فعلا ووطني غرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 أو 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها وطني. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل الرئيس السيسي يكشف عن أسلحة مصرية متطورة يصنعها الجيش المصري. كشفت صور نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن أسلحة مصرية متطورة تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع قوات المسلحة طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع التي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات سواء للجيش المصري أو قوات الشرطة المدنية، فضلا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية. واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع التي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من وزير الدفاع المصري لكل المصريين أنشر التفاصيل. شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثه وفقا لأحدث النظم القتالية، وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ جميع المهام القتالية التي توكل إليه. وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة لقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها سواء في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة أو أعمال التنمية التي تتم بكافة المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية. وطالب وزير الدفاع المصري بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكون الجيش المصري في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. مصدر معانا كم الأهرام. ربنا رب يحمي الجيش المصري والشرطة المصرية والقضاء المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يحفظ يا رب الشعب المصري من كل سوء، آمين بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحرك عاجل من الداخلية المصرية ضد صارق هاتف أحد المراسلين الصحفيين خلال بث مباشر. أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على سارق هاتف أحد المراسلين الصحفيين الذي كان يبث مقطع فيديو خلال بث مباشر على هاتف المحمول في القليوبية. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن مجهولاً كان راكب دراجة نارية سرق هاتفا محمولا من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة في القليوبية.
أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار. وأشارت إلى أن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية كشفت أن شخصا مقيما بدائرة مركز شرطة قليوب وراء ارتكاب العملية. وأضافت أنه بعد تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب العملية. ولفتت إلى أن السارق اعترف بارتكابه عملية سرقة، وأشار إلى أن الهاتف الذي استولى عليه أصبح لدى أحد التجار المقيمين بدائرة المركز. وأضافت أنها تمكنت من ضبط الأخير وبحوزته الهاتف، وأنه اعترف بعلمه بأنه من متحصلات عملية السرقة. المصدر معنا كان من RT، يعني هذه جهود وزارة الداخلية، يعني سرعة القبض على سارق الهاتف المحمول. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، لو فتحتوا صفحة فيسبوك بتاعت حضراتكم وعملتوا سكرول شوية ممكن تلاقوا ما بين كل بوست والتاني صورة للسارق. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر اخر. والرئيس السيسي يعلق على مد اوروبا بالكهرباء المصرية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان توقيع اتفاقية الربط الكهربائية مع اليونان خطوة للربط مع بقية ارجاء القارة الاوروبية. والرئيس السيسي اضاف في كلمته في اعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان: الامر الذي نعتبره بمثابة خطوة تمهيدية تقربنا للهدف المشترك الذي نطمح اليه، الا وهو الربط الكهربائي لاحقا مع بقية اوروبا. رئيس السيسي تابع وقال على مدار الاعوام القليلة الماضية: أسهمت آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، كما أن ثمة آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين دولنا الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ننطلق فيها استنادا إلى حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى من إمكاناتنا ومواردنا التي تؤهلنا لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من الرفاهية والرخاء. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بالنظر لما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة، سواء بشقها التقليدي أو ارتباطا بمصادرها المتجددة، فإنه من دواعي سعادته الشخصية أن يكون شاهدا اليوم على توقيع الاتفاق الثلاثي في مجال الربط الكهربائي للبناء على ما جرى منذ أيام بإبرام اتفاقيتين ثنائيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي. مصدر معانا كامل اليوم السابع. طبعا وبكل صراحة كل وضوح، لو مصر قامت بربط كهربائي باليونان وقبرص وقدمت لهما الكهرباء مقابل فيما بعد، يعني مصر تحصل على اتفاقيات اخرى من دول اوروبية، ومصر تبدأ انها تكون مركز اقليمي لتوزيع الكهرباء في منطقة الشرق الاوسط وتصديرها كمان لاوروبا. ده شيء في منتهى الأهمية وشيء عظيم جدا، وهيحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا وواضح. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل أكبر منجم للذهب في مصر، كم سيبلغ إنتاجه في 2021؟ وكشفت شركة التعدين لاستخراج الذهب سنتامين مصر، وهي مشغل منجم السكري للذهب في مصر، عن توقعاتها لإنتاج الذهب في مصر للعام الحالي 2021. وأفادت الشركة بأنها بتهدف لإنتاج 415 ألف أونصة من الذهب، وهي نقطة في منتصف نطاق توقعاتها لعام 2021 الذي يتراوح بين 400 ألف و430 ألف أونصة. وفي وقت سابق قال مدير عام شركة سنتامين مصر يوسف الراجحي إن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب ال 550 مليون دولار حتى منتصف يوليو 2021. ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة اتفاقية عام 94
وتم الإعلان عن الكشف التجاري وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم السكري لمناجم الذهب، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك. مصدر معانا كان من RT ورويترز. نتمنى يا رب الخير دائما لمصر والشعب المصري، ودائما المزيد من النجاح والتوفيق والمشروعات وخير ربنا كتير على هذه البلد الأمين مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر ترفع حالة الاستعداد القصوى وترفع حالة الطوارئ، ننشر التفاصيل. أعلنت هيئة الطرق والكباري في مصر رفع حالة الطوارئ إلى قصوى استعدادا لمواجهة تساقط الأمطار الغزيرة والسيول على بعض محافظات الوجهين القبلي والبحري. وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع قرب بداية فصل الشتاء وتشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهات للتصدي للسيول والأمطار إن وقعت. وقال مصدر مسؤول في هيئة الطرق والكباري إنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة والسيول بمناطق متفرقة بمحافظات مصر تزامنا مع قرب بداية فصل الشتاء وتجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة. وضح أن الهيئة تتابع الحالة الجوية والأرصاد الجوية بشكل متواصل للتصدي لأي معوقات تحدث بسبب الأمطار على الطرق السريعة للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين. وأوضح المصدر أن الطرق والكباري جاهزة تماما للتصدي لسقوط الأمطار والسيول، وأن غرفة العمليات والأزمات بالهيئة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا خلال فصل الشتاء لمتابعة التغيرات المناخية ووضع السيناريوهات البديلة حال سقوط سيول. أكد أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة. وأكد المصدر أنه تجرى تجربة خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة خلال الأيام المقبلة. وضح أنه يجرى تشكيل 14 فرقة إغاثة موزعة على المدن الساحلية والأقاليم للتدخل السريع حال حدوث سيول، وتجهيز غرفة طوارئ متصلة بمحافظات الأقاليم لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع خطط لمواجهة مخاطر السيول، وتجهيز جميع الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة تلافيا لحدوث زحام. مصدر معانا كامل الوطن. نتمنى إن شاء الله أن يكون فصل الشتاء هذا العام يكون إن شاء الله يعني يعدي بسلام بدون أي مشاكل، ويكون يعني لما المطر أو السيول ينزل على الطرق ما يعملش إعاقة لسيارات، أو إن شاء الله يعني الأمور تمشي بتمام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي والمسؤول على المونتاج، تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.